حينما أراد القوم أن يدبروا مكيدة لقتل موسى النبي. يبقى ده احنا لنا هنا فيها الصبر والسلوان. إذن أي داعي من الدعاء وأي رمز من رموز الدعوة إلى الله إذا دبر له مكيدة فليعلم أنه سبقه في ذلك من يقتدي بهم في صبرهم وهم الأنبياء والرسل. دبرت لهم المكائد، دبرت لهم الجرائم الخفية. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يعني في مكرك حدث. وقال في حق صالح عبده ورسوله: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. هم ماذا فعلوا؟ قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، يعني نهجم عليه بالليل مع زوجته وأولاده، لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. هل كان معهم أحد حينما دبروا هذه المكيدة؟ هل رآهم أحد أو سمعهم أحد حينما اتفقوا على هذا الإجرام، على هذه الجريمة؟ قال تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أن دمرناهم وقومهم أجمعين. الآيات.